عندناش باش نقصد ثنية طويلة، أما باش نزوروا ناسنا في منطقة المرناقية. تعبيت الكاميونة بخير التوانسة وشدينا الثنية. وصلنا رينا فرحة في عينين التوانسة اللي كانوا يستناو فينا، ناس تعبت من الظروف والمعيشة وغلاها، واليوم احتاجت سند وإعانة من التونسي اللي يحس بخوه. التوانسة عمرهم ما وقفوا على فعل الخير، واعطاو ثقتهم في خليل تونس تيرة شهر رمضان دون انقطاع، واختارونا باش نوصلوا الأمانة لما لها. الأمانة وصلت على عينيكم، شكرا على ثقتكم، ربي يثبت الأجر ويرحم خليل.